مشاهدينا والى سيف الدين الدسوقي، وكما ذكرت شاهين انه لنا نحتفي بهذه الشخصيه العملاقه. وولد سيف الدين الدسوقي بحي العرب في ام درمان غربي العاصمه الخرطوم عام 1936، ونشا في اسره دينيه بتمتد جذورها الى واحد من بيوت التصوف في السودان، وكان والده استاذا في معهد ام درمان العلمي. حفظ الدسوقي القران باكرا خلال التحاقه بالكتاب، ثم تدرج في سلك التعليم حتى حصل على ليسانس في اللغة العربية من جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وعلى دبلوم الصحافة من كلية الصحافة المصرية بالقاهرة، إضافة إلى دبلوم اللغة الإنجليزية من معهد ريجنت بلندن. وبدأ الدسوقي مبكرا نظم الشعر بتشجيع من والده، وتمكن من حفظ المعلقات الشعرية وهو لم يتجاوز العاشر من عمره، وكتب بعد ذلك عددا من الأعمال الدرامية والمسرحيات، بالإضافة إلى العديد من القصائد باللهجة السودانية وبالعربية الفصحى، وتغنى ببعض تلك القصائد فنانون سودانيون بارزون منهم سيد خليفة وأحمد الجابري وإبراهيم عوض. كما أسهم عليه رحمة الله في صحف عديدة داخل السودان وخارجه، وشارك في الإذاعات العربية بعشرات المسرحيات والبرامج، وكان أيضا من أهم المشاركين في مهرجان المربد الشعري ببغداد في العراق. ومن أبرز دواوين الدسوق الشعرية حروف من دمي والحرف الأخضر وزمن الأفراح الوردية ولنا الغد ونون والفل الأبيض والعودة إلى بغداد. ومن قصائده أيضا عد بي إلى النيل، ومطلعها مشاهدين الكرام: عد بي إلى النيل لا تسأل عن التعب، الشوق طي ضلوعي ليس باللعب، لي في الديار ديار كلما طرفت عيني يرف ضياها في دجى هدبي. وكذلك حصل الشاعر السوداني على جائزة الشعر في مؤتمرات قاعة الصداقة بالخرطوم ووشاح الشعر العربي من الجالية السودانية بالقاهرة وعدد آخر من الجوائز، وشارك في العديد من الملتقيات والمنتديات الشعرية خاصة في المربد في العراق. توفي عليه رحمة الله في 22 من شهر يناير من العام 2018 في أم درمان عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد نعته الأجهزة الرسمية بالبلاد، واعتبرت أنه من أعمدة الشعر والأدب في السودان والوطن العربي. ألا رحم الله شاعرنا الراحل المقيم سيف الدين الدسوقي، أحد رواد المدرسة الرومانسية التجديدية في الشعر العربي. شعر رومانسي وجمال الأشعار الرومانسية. زمانيا شاهين الشعر كان عنده مكانة ومتانة، حتى الأغنيات اللي كانت بتكتب زمان إن هي تغنى كان أغنيات ذات طابع جميل رومانسية وتفصيل حياة المرأة وشكل المرأة. في الفترة دي ما بتلاحظي إنه حتى الشعر القيمة بتاعته قلت من بعدين بقى شعر خفيف وفي المتناول جدا. يعني الشاعر زمان، الشعراء زمان كانوا مستطيعين إنه هم يرتجلوا كلمات عميقة جدا جدا. الآن أي زول بقى مسمي نفسه شاعر والكلمات كلها بقت بتشبه بعض. أكيد طبعا. يعني الكلمات المقفاة سهلة جدا وفي المتناول وبقت تكاوي زي ما بيقولوا، ماشي مع العصر. يمكن يا شاهين اللوم ما فيهون اللوم على الأجواء نحن اللي بعيشها، وسرعة الحياة محتاجة أغاني سريعة، محتاجة كلمات سريعة. ولا شنو يا سادة؟ نحن تكلمنا في تخصصات. أنتوا رأيكم شنو لو عملنا مقارنة مفاضلة بين شعراء زمان وشعراء الآن؟ باعتباركم قريبين يعني، والشعراء بدوكم قصائد يفترض أنه تكون متغناة، فرأيكم شنو في الشعر زمان وحسي الكلمات؟ كلمات نعم. حياة، تفضلي حياة. تفضلي حياة. والله يمكن بس أنا على كلامك إنه الإيقاع السريع يعني، لكن ما بنفي كمان إنه في بعض الشعراء في الزمان ده حالياً عندهم كلمات جميلة والألحان الجميلة. الكلمات يمكن القديمة هي كلمات جميلة وراسخة لقوة كم معانيها، وعشان كده هي راسخة يعني جوانا لسه، وحتى نحن كفنانين يعني بميل لانه اغنيها بنزعت جدا لانه اغنيها.
يعتبر زي تواصل أجيال. نعم. يعني نعم. في 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 بعض الأغنيات الخفيفة لأنه في شباب يحبوا كده. في شباب بيحبوا الستايل ده في الأغنيات الخفيفة. عند سوق كذلك. أيوه. طيب طالما إنه نحن بنتكلم عن الأغنيات الخفيفة في في يا حياة يا صفوة في الكلمات الهابطة للأسف في الفترة الأخيرة انتشرت الأغاني الهابطة والأغاني السريعة. أنا بكره حقيقة إني أسميها هابطة ولكن هي شوية كده يعني مزعجة للأذن صح ومزعجة للسمع. كلمات ما بتقدر تسمعها قدام والدك قدام والدتك ما بيكون ما لا تجرؤ إنه تسمعها في جو أسري. فعاوزين تعليق على القصة دي وكيف إنه بيجي عندها جمهور عريض وقاعدة شعبية يعني بقت مسموعة. لا قاعدة شعبية دي تحت خطين. عندها جمهور. عندها جمهور. عندها جمهور. نعم. أيوة يعني أنت لو جيت الفنان مثلاً تسألت بينك وبين نفسك أنت ما يكون عندك الجراء إنك أنت تزعل تقول ليه بتغني هابط كده أو ليه بتختار الأغنيات دي. حيجي بكل بساطة يقول لك أنا والله عندي جمهور. ومطلوب في السوق. أغنيتي أنا والله نزلتها في اليوتيوب عندها نزلت تحت مشاهدة ما عادية. وفعلا الكلام ده حقيقة يعني. ده زي ما احنا قلنا عنده جمهوره عنده ناسه بيحب يسمع الستايل ده يعني وعنده عداداته يعني والأغنيات دي يعني نحن الحاجة المتأكدين منها إنها هي ما في السودان فقط. نعم. يعني في العالم أيوة العربي عموما بنلقى الإيغاعات وحتى في فنانين يتميزوا بالحاجة دي صح. يعني لكن احنا يا حياتي بيميزنا زي ما ذكرت كبير انه في شعراء كتبوا اغنيات وكلمات لها معنى ومضمون كبير. يمكن اغاني الحقيبه واحدة من الاغنيات اللي احنا بنفتخر بفننا السوداني لما شباب زيكم يغنوا اغاني الحقيبه الثقيله ذات الكلمات والمعاني الصعبه شديد. ايوه نعم. والله هو في فنانين متمسكين بأغنيات الحقيبه بانه يغني اغنيات جاده اغنيات جميله وكده لكن في فنانين اقول لك مثلا هو داير الظهور السريع او داير النجوميه السريعه يحاول يلجا للكلام البسيط للحن البسيط لانه عنده قاعده معينه كده وعنده ناس معينه هو عايز يصليهم هم. طيب في نجوم قفل نجمهم يعني كانوا في فتره من الفترات عاملين را وعاملين اغانيهم عامله هيت وكلماتهم عامله هيت وخلافه جو في فتره من الفترات للاسف ابعدوا واقعدوا وانس انه نفترض انه سين من الفنانين تم ابعاده وبعد كده عرض عليهم منتوج بكلمات خلينا نقول لا ترضيه لا ترضي ذوقه ولا ترضي ما على ما تعود انه هو يقدمه هل ممكن عشان انا ارجع السوق من جديد ممكن انا اقبل بكلمات زي دي انه طرح يقدم لي او عرض يقدم لي اقوم انسى مثلا مبادئه وحاجاتي وعادي اقبل في واحدين وارد الحاجه دي في فنانين بيلجوا للحته دي في فنانين بيتمسكوا يعني في فنانين عندهم مبدا عندهم انا لا ما بقدر اغني الاغنيات دي او ما تشبهني او ما بلقى فيها نفسي وفي فنانين بيلقوا اغراءات يعني هي والمشكله هي مش في انك انت تغني اغنيه هابطه كلمات او لحن لا المشكله انك انت يعني تتغول على اغنيات غيرك اللي هي جميله كلمات مضمون اغنيات الناس سمعتها بفهم معين بحاجه معينه ونحن السودانيين ما بنحب الحاجه دي انه تلقاو عمل فيها حاجات عمل فيها تعديلات عمل فيها تعديلات باي حق شوهها باي حق انت ما تعرف لانه داري يعني بمناسبه التشويه هم له تشويه اختيارك لاله صعبه نحن بنقول انه نحن على حسب الشباب هم بيحبوا الايقاعات السريعه الاورجان الجيتار العود معروف من زمان انه عراقه واصاله الفن ودائما بيصهر امكانيات الفنان لما يغني بالالات البسيطه فبتصهر الخامه الصوتيه بتاعتك اختيارك للعود كان بعد نجوم الغد ام قبل نجوم الغد ام في الفترات والله يمكن اختياري للاله بتاعت العود من وانا صغير يعني انا من عمري 9 سنه يعني الاله دي استهوتني شديد دي شنو يا ربي كده يعني لحد ما عرفتها بدأت اهبش فيها كانت موجودة في البيت الوالد والأسرة الوالد رحمة الله عليه عندي عمي وكده الأخوان في البيت وكده الجو العام يعني للأسرة كان مشحوم بالحاجات دي فاستهوتني الفكرة بديت يعني أتلمس الخطى حبة حبة لحد ما عمي هو أداني الطريق إنه أنا كيف أعزف وكيف يعني أجيد العزف على الآلة دي وهي فعلا آلة واحدة من الآلات الصعبة شديد واحدة من الآلات الصعبة شديد ويمكن هي يعني في الترتيب أصعب الآلات الوترية آلة العود لأنه يمكن
زي ما قلت هي بتبقى هي الإيقاع وبتبقى هي العزف وبتبقى هي الـ يعني كل التفاصيل المفروض. بعدين الأهم من ده كله هي العود دائما مرتبط بالتراث العربي. نعم. لما تسمع كلمة تراث عربي طوالي العود العود, العود بتاعنا نحن العرب. وإن كان يعني الغرب حوروا وحدثوا بقى في آلات وترية إلكترونية بقى في كمانجة شبيهة له بقى في كمانجة بقى في أنا لا ما لكن ما بتديك نفس الإحساس ما بتديك نفس الـ 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 الإحساس يعني يمكن تديك نفس التفاصيل بتاعت يعني الصوت النغمات حقتها وكده ما زي مسيخة شديدة ما بيرضى فيها الآلة بتاعتها لا لا هي الآلة الوترية على الخشب دي عندها طعم خاص أي. عندها طعم خاص وعندها نكهة مختلفة تماما يعني يمكن احنا من خلال الاستوديوهات عندي يعني الواحد عنده يعني عنده الاستوديو يعني بنجيب الآلات الموسيقية اللي هي يعني الفيرجوال اللي انت بتقدري يعني تعدل فيها لا هي محاكاة أيوه هي أيوه بتحاكي لك الآلات الثانية فبتقومي تنزلي في الاستوديو يعني في التراكات بتاعت الأغنية وكده معلبة جاهزة اي فالصوت الطالع بتحسي انه هو ما ظابط يعني بينك وبين نفسك كده الإحساس نعم. اي ما مقنع ما مقنع انه ده الإحساس الطبيعي لكن الآلة الحقيقية لما تجي تنزل الصوت الحقيقي في تراك بيكون في اختلاف كبير ايوه وفي عمق نعم. بعدين العود دائما مرتبط بالناي صح يعني الآلتين ديل تحديدا حزينات. انا زي ما قلت لك انه تراثنا العربي الغنائي بيتميز بالعود والناي والناي والعود التوأم ده الاثنين مع بعض حقاتنا نحن العرب ولكن بعد كده الغرب والله هي تشكيلة مش. كبيرة واسعة كبيرة شديد من لكن زي ما قلت الحاجة الشرقية هي المميزة هي آلة العود بالإضافة للآلات الثانية من ضمنها الناي من ضمنها القانون من ضمنها أيوة. كده يعني عدد كبير جدا من الآلات الموسيقية هي مختلفة عربية الأصل يعني بتميز الفن الشرقي لكن العود عندنا إحنا كسودانيين عنده طعمه مختلف نعم يعني عنده نكهته ذاته المختلفة يمكن يا صفوة زي ما بيفتخر به ونحن بنفتخر بالفنان القامة العملاق محمد الأمين في أي مناسبة بيكون مصطحب معه العود طبعا. نحن نخلينا بعيد من محمد الأمين ونشي لصفوة يعني واحد من الفنانين الشبو على أصالة وعراقة الفن السوداني التلحين بالنسبة لصفوة وهو بيحمل آلة يمكن هي لو عزفت على أوتارة هي بتطلع لحن وأغاني جميلة يمكن ترانيم جميلة نتكلم شوية عن التلحين وتجربتك في ولا تجربة التلحين هي تجربة يمكن كبيرة وسرة ويعني الواحد يمكن يعني عديد النماذج موجودة في يعني في 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 مسيرته الفنية ويمكن الآلة زي ما ذكرت لك هي واحدة من الآلات المساعدة جدا إنها هي تنقل لك إحساسك وترجمه من إحساسك اللي أنت حاسيه لحروف موسيقية ممكن بعد ذلك بتبقى قالب لحني تبقى قالب لحني ويتوظف يتوزع توزيع موسيقي بتبقى أغنية فالحاجة دي يمكن هي زي ما ذكرت لك الآلة بتاعت العود يعني خير مترجم للإحساس اللي انت بتحسه من النص النص لما يجي عشان ما انت تلحنه يعني بتقعد كده بتسرح بخيالك انه هو شكله ممكن يكون كيف إيقاع شنو التفاصيل دي كلها بتمر عليك طوالي نعم عشان الإحساس الداخلي جواك ده يتولد عشان ما يترجم لازم آلة نعم فالآلة حاليا محتاجين حياة محجوب تغني وأنت تترجم اللحن لحياة محجوب نسمع جدا ما في مانع نترجم لها طوالي حاضرين هل اسمع شريعة حياة أغنية طلعت القمرة الله فيك يا لنا شوية طلعت
وعد القمر خير يا عشاية تودينا لحنا بيسألوك مننا خلعت القمر خير يا عشاية تودينا لحنا بيسألوك مننا غنت لي كلبنية تمساح بكبل وأطاري بلية عشاية تودينا لحنا بيسألوك مننا يا ضو القبائل يا مقنع الكاشفات الكل بوراك يا مدرهي العطلات بيسألوك مننا طلعت القمرة أخير يا عشاية تودينا لهنا بيسألوك مننا طلعت القمرة خير يا عشاية تودينا لهنا بيسألوك مننا يسلم الصوت ويسلم العازف كمان صاحب يا حياتي هل صحيح انه الاصوات النسائيه مقيده بانه هي تغني في طبقات معينه وانه ما اي صوت نسائي ينفع يغني اي اغنيه وانه لازم الاصوات النسائيه بتغني بس في طبقات معينه؟ لا لا كلام ما صحيح. يا سلام ما صحيح لانه الحاجه دي بتعتمد على السلالم الموسيقيه يعني كل اغنيه هي ممكن الفنان يوظفها يعني اي فنان يوظف مثلا الاغنيه مثلا السلم شنو مناسب معاها معاه في فنانين مع طبقه يعني الصوت هي على حسب طبقه الصوت هاي والعكس تماما يعني بالضبط نعم يعني هذا الصوت الرجال يمكن الصوت النسائي يعني علميا هو يعني انا ما ادري اقول لك عنده حدود لكن ما زي الصوت الرجالي يعني علميا مداه اكبر الصوت الرجالي الصوت الرجالي ممكن يتشكل ويتحور باشكال مختلفه وبكده فيمكن الميزه دي والخاصيه دي في الصوت النسائي
بتكون يعني لو عايز تجيبيها إلا بعد اجتهاد كبير وبعد تدريب وكده. فيمكن دي نقطة بتفرق فيما بين الصوت الرجالي والصوت النسائي. لكن عموما علميا والناس متفقة على القاعدة العامة إنه الصوت النسائي هو واحدة من الأشكال الموجودة في 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 العلم يعني كصوت هو عنده مناطق معينة. كذلك الصوت يعني الصوت الرجالي برضو في 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 يعني في عنده مدى معين وعنده مناطق معينة مفروض الواحد يستغلها الاستغلال الصحيح. نعم. لو هو عارف منطقته اللي بيقدر يكون الصوت فيها يعني برايت يعني اللامع. أيوة. لامع يعني أنا أوصل لك المعلومة كيف إنه مثلا عندنا مجموعة من المحطات يعني أنا متعود كل يوم بركب بطلع المحطة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. أيوة. لحد مثلا المحطة السادسة بصل. لما أصل المحطة الرابعة أنا دي المحطة المفروض أنزل فيها لكن بتجاوزها بمشي. أيوة. المحطة الخامسة والسادسة مثلا. فلو نزلت كان في المحطة الرابعة كان دي هي المنطقة المناسبة لي والمريحة لي أنا بقدر أعمل فيها أحسن أداء. ده الأكتافز الأكتافات أنت قاسم المحطات هي علميا يمكن تقدر تقول كده اللي هي المنطقة بتاعت الأكتاف. الأكتاف إنه هو بيتوزع عليه أحرف والأحرف بتقوم بتختلف والنبرة بتاعتك أنت بتبدأ من الحرف. الحرف ده هو اللي بيحدد لك شكل السلم الموسيقي اللي أنت مفروض تغني فيه. أيوة. يعني عشان كده يمكن الصوت النسائي عنده مناطق معينة بيكون فيها صوت المعي. أيوة. المعي. المعي هو صوت مريح بالنسبة لها هي وهي بتغني ما مزعج بالنسبة لها وفي نفس الوقت بتأدي أحسن وأفضل أداء في المنطقة دي. نعم. تتألق فيها. لكن مع الأسف ما كل الناس وما كل الفنانين عارفين المعلومة دي أو ما عارفين الحدة دي تحديدا. مش المدرب أو طبعا. أيوة. يعني دراستك للموسيقى. أيوة. يمكن بتمهد لك أنك تعرف معلومات زي دي. نعم. المعلومات العامة اللي هي أنت بتغني فيها منطقة صوتك بيطلع ويكون جهور فيها حتة. أيوة. يكون لامع وين يكون طروب وين فيها حتة كده. نعم. عشان ما يبقى صوت نشاز. نعم. عشان ما يكون. نعم. النشاز بالضبط كده. فالأصوات النسائية في أصوات جميلة جدا وهم عارفين جمالهم من إنهم هم عارفين بيغنوا وين. نعم. ده جمالهم. في أصوات تانية ممكن تحسين إنها هي جميلة لكن ظالمة نفسها إنها هي بتغني في حتات ومناطق مختلفة. أيوة. يعني اختيار الفنان للمكان المناسب ممكن يجمل فيه صوته. ما عايزين ندي المشاهدين إنها محاضرة في إن الناس الأصوات والمناطق الصوتية لكن أفتكر إنه فعلاً الصوت الرجالي والنسائي فيهم اختلاف. في فنانين يا نازك عفوا في فنانين يعني خلينا نستعمل مصطلح بتشوبر إنه مثلاً يحاول يمشي لمنطقة ولا ما منطقته فعلا ما مريحه له في فنانين كذا وبيصر عليه كله برجع لاختيار السلم المناسب هو للفنان. يعني ده انت اللي بتسمعي انه هو بصرخ. ايوه. يعني حتى المستمع ما مرتاح لصوته نشاز هو ما اختار المنطقه. أيوة. الصحيحه المفروض يتغنى فيها. نعم. فعشان كده بتبقى عليه الطبقه عاليه. أيوة. بيحاول يجتهد انه هو يحصل الأحرف الموسيقية ويغني عشان كده بعض مرات بيكون صوت حتى مخارج الصوت في ناس بتطلع من يقول لك المناخير في من الحرك في من البطن دي دائرة تمارين يا أستاذ صفوت إن الواحد لما يعرف يوظف صوته في المكان المناسب لازم يكون عارف مخارج الصوت بتاعته طالعة من وين ويستخدم المكان الصوت بيجمله يعني مثلا زي النساء إذا كان الصوت بيظهر سنين ممكن يطلعه من بطنه من تمارين الجواب كثيرة والقرار. نعم الحاجة دي يمكن عندنا نحن برضو في مجال الإذاعة. نعم. أيوة أكيد الحاجات كلها مشتركة بالمناسبة. يعني يمكن كل البرامج العالمية المعتمدة على التنافس في مسألة الصوت تحديدا ذا فويس وعرب ايدل كل البرامج دي اول حاجة قبل ما انت تجي تخش منافسة قبل ما تخش
منافسة بتخضع لتمارين بتاعت صوت. يعرفوا منطقتك انت انت مفروض تغني فيها وين. بعد ذاك بيمرينوك عليها في الحتة اللي انت مفروض تغني فيها. وحتى هم بيختاروا لك المنطقة لو لقوك انت ما عارف. ايوه انت تغني فيها تعدة. هم بعد تمارين بيصلوا لمنطقة الصوت او المنطقة الانسب لصوتك عشان تغني وتقدر تنافس. فانا افتكر انه دي العلمية. أكيد. دي العلمية ودي الاحتراف في عالمنا. وللأسف يمكن عدد كبير جدا, أنا ما بظلم كل الشباب, يعني جزء كبير من الشباب عارف وواعي هو بيعمل في شنو ومفروض يغني وين وفي أي حتة. فيمكن دي نصيحة لكل اللي بيحاول يبدأ مشوار فني جديد. عارف منطقتك أنت مفروض تغني فيها, أعرف سلالمك مهمة, سلالمك الموسيقية, لأنه دي حاجة من الحاجات اللي بتديك ثقة في نفسك إنك أنت تأدي أداء صحيح وتقدر تنافس وتقدر تسمع صوتك للجميع. نعم. نعم. طيب يا صفوت, في الفترة الحالية دي هل هناك أزمة بتاعت ملحنين أم أزمة شعراء أم أزمة التعاون مع الشاعر مع الملحن مع الفنان مع بعض؟ نعم والله يمكن ما 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 شايف إنه في أزمة. بالعكس في 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 إنتاج كبير جدا موجود. لكن في للأسف برضو في يعني أنا أفتكر إنه أنا بتكلم عن صعيد الشخصي, يعني إنه في سوء توقيت يعني بالنسبة لنا إحنا, يعني أو ما عندنا الزمن المناسب المفروض ننزل فيه أعمال. نظرا لحاجات كثيرة جدا, متعلقات كبيرة وكثيرة في بتهم المواطن. أيوة. بتهم المواطن في المقام الأول وبتهم الشعب السوداني عموما. فأزمات وغيره وغيره وصفوف وما إلى ذلك وكده. والحاجات الاقتصادية والتفاصيل دي كلها, يعني أنا أفتكر إنه الفنان ما بيعزل عن الشعب. الظروف. نعم. لأنه هو جزء من الشعب أو جزء من المواطنين. فلازم يحس بإحساسهم, لازم يعني يقف معاهم في كده يعني. طيب ما ممكن نقرا المساله دي بشكل عكسي, في ان يعني في حين انه لما تكون في ازمات بجد يعني بتعصف بالمواطن يقوم الفنان ينزل عمل جميل ولطيف يخفف من وطأة الازمات دي؟ لا انا ولا بتحسب على الفنان؟ انا ما عارف. لا لكن يعني انا ما عارف, حاسس انه بيكون في عوامل اكبر من انك انت, لانه ما الجو المعافى يعني اللي بتقدر تاخذ فيه عمل او تنزل فيه عمل. أيوة. عشان ما يستمتع به المواطن ده بالمناسبه, او عموما نحن كسودانيين لو ما الواحد باله رايق وما في مشاكل ما بدي كضانه امور ظابطه تماما ما بيقدر يبدع ولا ما بيقدر حتى يعني السمع. أيوة. السمع بيكون مشغول في حاجات. أيوة. يعني اللي عايز يسمع حاجه بعد شويه بتلقيه نادي له وامشي تعجب صف العيش. تعجب العيش. يمشي صف العيش مشكله. فالحاجات دي الواحد الفنان عموما لو ما خدتها في باله. لكن رغم كده بتشوف الشباب والشابات الناس الجامعات الماشين في الشوارع بتلقاهم يعني خاتين السماعات في اذنين وماشين بيسمعوا. شوف مع الازمات الموجوده والله اللي كلها انا اقول لك حاجه. ايوه هم بيسمعوا. انا شايف الان شايف الحته دي متوفره. هم بيسمعوا اغنيات غربيه وعربية. فعلا بجد والله. بجد يعني معظم الشباب الان في الجامعات مهووس بالغنى الغربي والاغنيات الشرقيه. والاغنيات الشرقيه ذاتها لانه يمكن يعني الاجواء عندهم مختلفه. يعني قادرين ينتجوا قادرين يعملوا. لكن الغنى السوداني رغم انه في انتاج وانا ما بعيب على الشباب اللي نزلوا انتاجهم في الفتره اللي فاتت, لكن يمكن يعني دي وجهه نظر انه التوقيت ما كان مناسب. يعني بيسمعوا فتره بسيطه وتاني خلاص. لانه الواحد ذات ما بيكون فاضي لانه هو يقوم يتابعك ويستمتع بالعمل ويعرف مضامين وتفاصيله وكذا. نعم ولا حياة بتتفق معايا حياة ولا في الحاجه دي يعني. بالمناسبة عندنا كميه من الغنى يعني في الرف او زي ما بيقولوا بينتظر فرصه عشان ينزل الموجود المخزن. كميه من الاغنيات الجديده يعني منتظر إنه ال يعني الحياة تبقى حلوة أي ورخية وما يكون في مشاكل ما يكون في أي ما يكون في أزمات ما تكون في كده على سنه الأعمال دي تنزل
وبجد يسعد بها وتاخذ حقها الجمهور، يسعد بها المواطن في المقام الاول، لانه نحن بنغني من اجل المواطن، ما بنغني حاليا. يعني صفوة المواطن شغوف ومنتظر بكل فارغ صبر انه يسمع اغنيه او دندنه بالعود. حاضرين نغني له ما اغنيه عندها علاقه بالازمات. لا لا والله يمكن تكون ازمه عاطفيه كده يعني. ازمه عاطفيه دي كويسه، ازمه عاطفيه. حنغني لك اسبوعين ماجد. هي كلمات ايوه كلمات والحان الراحل المقيم استاذنا عيسى بروي. من هنا بنحيي اسرته، نترحم عليه وبنهديها لكل المشاهدين والمتابعين. لك اسبوعين ما يجي مالك يا زول، خليتنا من دون اسباب جافت ان شاء الله المانع خير. لك اسبوعين ما يجي مالك يا زول، خليتنا من دون اسباب جافت ان شاء الله المانع خير. عشان عارف الناس رايدينك فوق الاشواق راجينك، ناس رايدينك ديما بلا اشواق راجينك، ما بيرضوا غياب عنك واليوم بيشوفوا كتير. ليك اسبوعين ما جي مالك يا زول، خليتنا منه اسباب يا شغل الناس بغيابك ما عارفين ايه اسبابك، ناس بغيابك ما عارفين ايه اسبابك، لا يكون مكروه نصابك ان شاء الله يصير الغير. ليك اسبوعين ماجي مالك يا زول، خليتنا من دون اسباب الأغدار بعيدنا ما تفارق يوم عينينا، لو 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 فيك الشوق الفينا فرض غياب وتأخير. ليك اسبوعين ماجي مالك يا زول، خليتنا من دون اسباب جافت ان شاء الله المعنى خير. معرفنا الحاصل بيك شفقت قلوبنا عليك، معرفنا الحاصل بيك شفقت قلوبنا عليك، معرفنا الحاصل بيك شفقت قلوبنا عليك، الحاصل بيك
بك شفقت قلوبنا عليك يا رب مكروه ما يجيك وما تصيبك حاجة تضيق ليك اسبوعين ما اجي ما لك يا زول خليتنا من نوم اسباب يا بيت ان شاء الله الماني خير ليك اسبوعين ما اجي ما لك يا زول خليتنا من نوم اسباب يا بيت ان شاء الله الماني خير ليك اسبوعين تمالي ملك يا زول خليتنا من نور أزواب ما جيت إن شاء الله المال خير 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 لك أسبوعين ما جيت ملي يا زول خليتنا من دون أسباب يا فين إن شاء الله الماء إن شاء الله الماء خير يا صفور إن شاء الله أسبوعين حصل فيه شرح تجربة الفيديو كليب يا صفوت الأغنية دي تحديدا نعم. قصة الفيديو كليب بتاع أنت من أوائل الفنانين الشباب اللي يعني أغنياتهم كانت مصاحبة بالفيديو كليب بعد كده فتحت الطريق لكثير من الشباب إنه هم خاضوا التجربة دي أحكي لنا الفيديو كليب بتاع الأغنية دي أول حاجة أنا مؤمن تمام بإنه الفيديو كليب هو الوسيلة الأسرع والأسهل في توصيل العمل الفني يعني دي ما فيها نقاش إطلاقا خاصة مع الميديا المتاحة الآن أيوة. ليك أسبوعين اتعملت فيديو كليب بصورة غريبة يمكن أنا اتقدمت لي دعوة من اتحاد الطلاب السودانيين في حيدرابات في الهند نعم لإقامة واحدة من الاحتفالات والحفلات الخاصة بتخريج عدد كبير جدا من الطلبة الموجودين هناك فيمكن يعني ما كان في فكرة إنه أنا أقوم أنتج أو أعمل كليب في الهند تحديدا في الفترة دي ذاتها كانت لك أسبوعين هي طالعة يعني أيوة وكانت مسموعة وعدد كبير جدا من الناس الكلام ده 2014 تقريبا أيوة. أو تحديدا ما كان يعني متاح للناس ومسموعة والناس بيعرفوها وكده يعني يعني فعلا توجهت لي الدعوة ومشيت وعملت الاحتفال أو الحفلة بتاعت التخريج بتاعت الطلبة الموجودين في حيدرابات ويعني يمكن الحفلات كانت جميلة جدا وعدد كبير جدا من الطلاب السودانيين موجودين في حيدرابات يعني تقريبا قريب 6000 طالب كان موجود في حيدرابات ما بين متفرقين من في المدن يعني مختلفه مدن مختلفه فيها وجود سوداني او عدد كبير جدا من الطلبه الموجودين لا. هناك الحفلات اتوالت زي 3-4 حفلات الحفلة الأولى ما كفتهم لأنه العدد كبير كان يا سلام. لأنه كان في طلبة بيجوا من حتات بعيدة وما بحصلوا اليوم بتاع الحفلة فاللجنة بتقوم تقول لي يا أخي لازم نقوم نعمل لهم تاني حفل في حتة تانية مختلفة فعلا بعد شوية اللجنة المنظمة رأت إنه الموضوع ده يكون بتذاكر تيكت للطلبة ديل أيوة. ففعلا كان بتيكت بالنسبة لهم وجو يعني بعد شوية أنا لقيت عندي قروش كثيرة يعني كمية من القروش كده فأنتجت الفيديو كليب أي ما قلت ما ممكن يعني أرجع بالقروش دي كلها أي وقروش هندية يعني أي يعني موضوع خطير قلت يا أخي خلاص ما في مشكلة أقوم أعمل بها حاجة فعلا كان شايل معي الأغنية في معي في التلفون وقمت طوالي اتصلت باللجنة المنظمة بتاعت الحفل قلت لهم يا أخي أنا عايز أعمل كليب هنا وعايزكم تفتش لي على شركة للإنتاج عشان ما أقوم أنتج الفيديو كليب قال لي أنت من حظك الكويس إنه في واحد من الشباب السوداني
درس هنا في الهند مالتي ميديا وشغال مع واحدة من الشركات اللي بتنتج الأفلام الهندية. أيوة. فهو الآن موجود وموجود معانا هنا في مدينة حيدرابات. أه. وقاعد موجود وشغال في الشركة دي. فحظك كويس نحن نتصل به ونوريه. أه. اللي هو ده الأخ حمزة هو اللي كان مخرج للفيديو كليب. وانا طبعا من الفرح كنت انا اطير لانه ما ممكن الحياه تكون كلها ماشيه كده متسهله فعلا. ايوه الحمد لله انه يعني الواحد قدر يعمل الكليب في وقت وجيز جدا. دائما الحاجات العفويه اللي ما بيكون مخطط لها بتكون جميله جدا يعني بتجي فعلا. انت عارف انا كان عندي فكره الفتره دي كانت طالعه ملكه جانسي المسلسل. أيوة. تحديدا نعم. شوية الركشة. أيوه. ف كلمت حمزة قلت له يا أخي بعد ما عرفنا على بعضه كده وبتاعنا قلت له يا أخي عايزك تتصل على ملكة جانسي تقول لها يا أخي تجي تصور معنا الكليب. أنا فعلا كنت راغب إنه تجي تصور الكليب لأنه كانت هي واحدة من الحاجات المتابعة شديدة في السودان المسلسل تحديدا ملكة جانسي. ف المهم لقيناه في حته شغال مسلسل بيصور في حته بعيده قريب 12 ساعه من حيدرابات. فعلا اتصلنا بها واعتذرت لانه ما بتقدر توفق ما بين المسلسل الشغاله هنا. أيوة. هي تجي تصور وترجع. فلولا كده كانت صورت معانا الفيديو كليب. لكن لقينا واحده من الشابات الحمد لله الكليب ذاته طلع يعني بالمستوى المطلوب. صح عمل هيت رغم انه هو في ثقافه مختلفه. صح. فانت عارفه الشباب الـ يعني الـ الطلبه او جزء من الطلبه كانوا محتفين جدا من الفكره وكانوا داعمين ليها. يعني انا بشكرهم كلهم اللي كانوا موجودين في تحيه اليوم طبعا. ويعني واحد حتى الكاست الهندي كان شغال في الـ في الـ في الكواليس وشغال التصوير والاضاءه وكده. ديل كانوا مستمتعين لابعد حد يعني. نعم. حاسين الأغنية لكن ما عارفين. نعم. وفاهمين الكلام بيقول شنو لكن متعايشين مع الأغنية. فكان دي مصدر جذب بالنسبة لهم إنه الأغنية كده تعجبونه كده. طيب نحن لسه متواصلين عصمت ولسه يمكن ماشيين للأسف بخطى نحو ختامنا لكن لسه عندنا فرصة إنه نسمع منكم دندنة تانية. وإنت يا عصمت ويا حياة أنتوا أبناء قناة يا أستاذ صفوت. نعم. أستاذ حياة أنتوا أبناء قناة أم درمان ويعني أم درمان أتمت 10 سنوات منذ انطلاقها. فكل سنة ونحن طيبين. كل سنة وأنتوا طيبين. فعندنا مساحة جاية إنه نتعرف على آراء الإعلاميين بمرار 10 سنوات لقناة أم درمان وبعدها نرجع ونواصل معكم حوارنا ودندنتنا. مشاهدينا الكرام فاصل ونرجع. تمام. متجاوز كل العقبات متجاوز كل الأزمات. كل عام وقناة أم درمان قناة الحرية والجمال في تقدم وسطوع وحضور أنير في مساءات ونهارات السودان. نتمنى لهذه القناة التي كبرت وبقى عمرها 10 سنوات أن تستمر في هذا العطاء المتميز وأن تظل ترفد الساحة الجمالية والساحة الإعلامية بهذه المنتجات الإعلامية المتميزة من حوارات وأغاني وبرامج وأغاني وبرامج سياسية وغير ذلك من الأجناس الإبداعية المختلفة. والتحية من هنا للأستاذ حسين خوجلي رائد المشاريع الإعلامية الناجحة. كانت البداية ألوان وكان الاستمرار في إذاعة المساء وكذلك قناة أم درمان وهي تحجز لنفسها مقعدا متقدما وسط الفضائيات السودانية والعربية كذلك بما تقدم من مواد إعلامية زاهرة وناضجة ومترعة بالجمال ومحلقة في السماء الحرية. نهني قناة أم درمان بمرور 10 أعوام على تأسيسها وانطلاقها عبر أسيرة الأقمار الصناعية. ويعني حقيقة الواحد يكون مبسوط جدا جدا وهو يكون يعني يشوف قناة فضائية سودانية تستمر طول هذه الفترة في ظل كل الظروف الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وحقيقة قناة أم درمان منذ انطلاقها تقدم المحتوى المتنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي والرياضي. ويعني قناة أم درمان
أنا شخصيا يعني أعتبر كل من الناس المساهمين في المراحل الأولى من خلال يعني مؤرة المؤمنة، كانت أول قناة سودانية تخرج عن طريق تقنية جديدة في ذلك الزمان، هي تقنية النقل عن طريق خطوط الفايبر، فكانت أول قناة سودانية تطلع من السودان عن طريق هذه التكنولوجيا الجديدة. الآن أصبحت تمثل 99% من نقل الصوت والصورة حول العالم. حقيقة قناة أم نورمان تركت أثر كبير جدا على المشاهد بكل فئاته، من خلال بثها المتواصل، من خلال بثها المتعدد في أقمار مختلفة. أنا اليوم سعيد جدا أن أكون ضيف على قناة أم نورمان الفضائية، قناة الحرية والخير والجمال، وفي عيدها العاشر أو الشمعة العاشرة. وحقيقة قناة أم نورمان تعتبر بمثابة يعني فتح للإعلام الفضائي والإعلام الرقمي، وهي قناة ما يميزها إنها قناة أصبحت شجرة ظليلة للصحفيين، يعني هي عبارة عن قناة يديرها الصحفيون، أو هي نقلت الصحافة الورقية إلى الصحافة التلفزيونية، وهذا ما يميز قناة أم نورمان. أما من حيث الموضوع، فقناة أم نورمان استطاعت بشكل كبير جدا إنها تسري الساحة الثقافية والسياسية والمنوعاتية من خلال، من الناحية الفنية استطاعت أن تنقل التراث القنائي والتراث الثقافي القديم، وتربط الحاضر بالماضي بالمستقبل، وهي جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وهي كذلك يعني استطاعت أن تنقل حتى أقاني الحقيبة، وعملت حوارات جريئة في المجالات السياسية والثقافية. في المجالات السياسية وسعت لعدد كبير جدا من رموز السياسة في السودان، وكانت الطريقة التي تدير بها الحوارات طريقة غير نمطية غير تقليدية، ليست بها شيء من النمطية ولا الطرق المستهلكة والمستنزفة، وإنما طريقة حديثة بشكل جديد يعني يجذب المشاهد بشكل جميل. العقلية التي تدير هذه القناة وهو الأخ الأستاذ حسين خوجلي، وهو معروف بإبداعاته القديمة، وهو إعلامي كبير معتق ليس في قطر السودان فحسب، وإنما في الوطن العربي يشار إليه بالبنان. ومن القناة من الأشياء المهمة، البرامج المهمة، برنامج مع حسين، وهو برنامج يحتوي على كبسولة كاملة تدسم تشرح الواقع السياسي والاقتصادي والسياسي في السودان. كذلك برنامج الزميل الجريء بكر المدني، برنامج يسيرون للجدل، الذي استطاع من خلاله أن يكون بوتقة تنصهر فيها كل ألوان الطيف السياسي، من خلال خاصة السودان يعيش في فترة فيها تباين سياسي واضح، استطاع بكر المدني بقدراته الكبيرة إنه يصهر هذه الأفكار في بوتقة واحدة. وكذلك برامج المنوعات، وأنا يعني في هذه السانحة لابد أن أشيد بكل الطاغم الذي يعمل في قناة أم نورمان، الذين هم في الشاشة والذين هم خلف الشاشة، الذين هم يعني يسهرون والذين هم يعني يقفون خلف الكاميرات وخلف الاستوديوهات، وهم الآن يعني ينورون طريق الصحافة المرئية في قناة أم نورمان الفضائية. وقناة أم نورمان دائما رمز من رموز الإعلام، ولا زالت وتظل بعد 10 سنوات أو 100 عام هي منارة للعلم والمعرفة، من خلال القام العملاق المفكر الأستاذ حسين خوجلي والطاقم العامل وكل الإدارات في قناة أم نورمان. كل عام وقناة أم نورمان بخير. للأسف وصلنا لخواتيم مساء أمسية اليوم من مجلة من أم نورمان هذا المساء، ودائما ختامه مسك مع، خلونا نستمع لدندنة وأغنية جميلة من حياة الشباب. نعم. حياة محجوب وبها. نعم. حنختم. يمكن احنا ما هنختم، احنا هنسمع دندنة يا
شاهين ده هنستمع لواحدة من الأغنيات الخاصة بالنسبة لك. معلقي سوية فانا كلمات والحان عماد الدين حسن علي. بحيي مينو بحيي أسرته ومعلقي سوية فانا. معلقي سوية فانا معلقي سوية فانا شايف خاطر مني وروق لي زانا كثير القالوا عني افتش ليه سعادته افتش ليه